اوكي عشان all right اوكي فعشان ابتدي افهم ازاي اطلع ديزاين ممكن ينفع في اي فانيو في القلعه، كان لازم الاول اسيتويت هيستوريكلي القلعه جت فين في مصر. فابتدينا بتايم لاين زي ما انتم شايفين، بري هيستوريك ايجيبت، بري دايناستيك ايجيبت، وبعدين ايرلي دايناستيك بيريد، اولد كينجدم، فيرست انترميديت بيريد، ميدل كينجدم، سكند دي كلها وقت الفراعنه، نيو كينجدم، ثيرد انترميديت، ليت بيريد، اجريد داينستي، بولاميك داينستي، رومان اند بيزنطين، ايجيبت، ساسانيان ايجيبت، راشديون، خلف اومايدز، عباسيدز، تولينيدز، اخشيدي، فاطمة، ايوبيد داينستي. احنا في العصر القلعة اتبنت في العصر الايوبي. شوفوا بقى تاريخيا جه قبلينا كام داينستي، كام حكم، بكام حاجة قبل ما نوصل حتى البنية القلعة. فاتبنى عندنا تاريخ رهيب، في كمية ديزاين رهيب، وفي كمية ways of living as in أكل، شرب، أسلوب، trading، تجارة، نجارة، تعايش، farming، كمية تفاصيل رهيبة يطلع منها inspirations لديزاين and ways of living. بس for the specific case of القلعة جت في وقت عصر الأيوبيين. فنبتدي نعمل إيه؟ نفهم الأول ايه اللي حصل في العصر الايوبي. طبعا احنا مشينا في بقيه التايم لاين عشان نشوف الايوبيين. في العصر الايوبي حطينا التاريخ، بنحكي مين اللي بنى القلعه، صلاح الدين الايوبي، وايه السبب اللي بناه، في تحت ظرف ايه، وبعدين نحكي ال القلعه اول في عصر صلاح الدين اتبنى جواها ايه، ايه اول بدايات بنية القلعه، وده اللي احنا حاطينه. دي الحاجات اللي اتبنت من ده. مثلا بنفهم ان وقت الايوبيين ووقت عصر صلاح الدين الايوبي ووقت بني القلعه، طبعا اللي كمل القلعه صلاح الدين ما عاش في القلعه، هو مات قبليها، بس اللي كملها الكامل ابن اخوه وهو اللي عاش فيها، وهي ديفلوبت مور. وقتها بنى رويال كومبلكس، هورس ماركت، فنعرف ان كان فيه فروسيه، وكان في رويال لايبرري، كان في مكتبة كبيرة جدا، وكان في بالاسز، قصور، وميادين، ميادين اللي هي الجناين الكبيرة. ففي العصر ده اوريدي كان عندنا ده. فلو حبينا مثلا ان احنا نعمل نفكر في ايفنت ولا في ديزاين، ولا ممكن نحط ايه بوب اب ايفنت يتعمل في القلعة، عارفين اوريدي ان احنا عندنا هيستوريكال ريفرنس ان كان في مثلا خيل، ان كان في مكتبة كبيرة، فالمكتبة already existed في الوقت ده، فممكن ناخد inspiration من وقت الأيوبيين إن كان في مكتبة كبيرة، ونشوف بقى إيه منها الألوان، الحاجات، الديزاين، الباترنز، ناخد منها باترن واحد ونطوره إلى contemporary way. هنا بنتكلم على الواتر سبلاي في القلعة. هنا بقى في السلايد دي نتكلم على social aspects. ده مثلا نوع الكوينز بتاعت صلاح الدين. فلو مثلا عايزين نطلع اكسسوري او برودكت نعمل بيه ديزاين، الكوين ده ممكن يبقى one of the accessories، ممكن يبقى محطوط على نابكن حتى، يعني في اكسسوريز البيتشر ده ممكن يبقى واحد برضه من الاكسسوريز في الديزاين، السيراميك لانترن ممكن يبقى اللايتنج بتاع الديزاين، الايجل اوف صلاح الدين which was said ان هو كان انسبايرد من one of the temples فرعونيك temples، واللي بعدين inspired the Egyptian flag، ممكن يبقى واحد من الامبلمز، ممكن يبقى لوجو. فده مثلا way of studying the social aspects. دي حاجات الناس استخدمتها في الوقت ده وعرفناها تاريخيا based على القلعة، فنعمل بيها design whether للقلعة او design لحاجة تانية لrestaurant بره القلعة. It is how we use our تراث in designing, in using accessories بدل ما نفتح pages. It's how we use our own local knowledge and the way in which we lived and our historical layers to be able to get pieces of design understand. Public spaces عرفنا
في الوقت ده من كتابات المقريزي، واللي هو يعتبر اثنوجرافر مع ان ما كانش لسه التيرم اثنوجرافي اتعمل. كان بيحكي ان في حاجه اسمها بساتين، نوع الجنان كانت معموله ازاي، الميادين كانت معموله ازاي، وكانوا بيلعبوا بولو في الوقت ده على الفروسيه. فعرفنا ان ده برضو جاي من قبل ما نستعمر، وفي بولو جيمز بتحصل في وقت الايوبيين. ندي اكزامبل اوف ذا فانيو ديزاين اللي طلعنا بيه، دي كونتمبري سلايد. فممكن نطلع من اللي احنا اتعلمناه ايه؟ ان اولا الفلاج بتاع صلاح الدين الايوبي كان اصفر واحمر زي ما انتم شايفين، فممكن نطلع ديزاين لفانيو من الاصفر ده يبقى ومن الاحمر، ويتعمل باترنز جايه شويه ومقتبسه من الباترن اللي طلعته في السلايد اللي قبليها، اللي هي اهو في النص ده. alright نرجع تاني. اوكي، ومن اللانترن وممكن تحط اللايتنج فيطلع لك contemporary، او يطلع لك contemporary design ممكن يتلعب بيه. This is a way of applying. ناخد نحط fabric، نعمل cushions، نعمل furniture، كلها من التاريخ ومن التراث cultural heritage. طلعنا design language in a contemporary way، ما قلدناش، خدنا elements من هنا ولعبنا بيها to fit our today's world. Another way in which we can apply this is how to use this information to communicate social media. The facts about the citadel, فنطلع certain facts من القلعة ونحطها على القلعة مثلا. Back to نمشي للشابتر الجاي، مملوك، which is one of the most interesting فترة. فترة المماليك كانت 200 سنة، وكانت من أغنى الوقت في مصر. فيها حكام كتير قوي مماليك، وكان فيه البرجي، وانا مش عايزه اخش في التاريخ، بس كان فيه انواع مختلفه من المماليك. يعني نفسي في رحله تانية نتكلم على انواع المماليك، بس الفكره كلها ان كان فيه البحري والبرجي مماليك. البحري كانوا عايشين في ايلاند رودا، والبرجي كانوا عايشين في القلعه، وطوروا حاجات كتير قوي في القلعه، بنى كتير في القلعه وخلصوها، وكل حاكم جه حط الستامبه بتاعته، حط الستامب بتاعته. كل حاكم جه واثر جوه القلعه، وبعدين كحكمه لمصر اثر على السوشيال فابريك اللي حواليه. السوشيال فابريك بما معنى ايه؟ فانا لو انا النهارده بحكم، فقررت ان عايزه كل القصور تتقلب مدارس، هاخد القصور هقلبها مدارس، هقلل الرودز، فالمساحات بتاعت الشوارع هتبقى اقل، وهبني اكتر، فالناس اللي بره السيتي هتيجي السيتي اكتر، فهتزدحم اكتر، فهيبقى عندي ستايل معين في الديزاين في البنى، عشان انا حاكم وعايز ان انا اللانجوج بتاعتي انا اللي تمشي، فبتمشي جوه القلعه بتاعتي وبتاثر على المناخ الخارجي بتاعي. لو انا بعمل اكل وشرب وبعزم بطلع اكل للناس وعامه الشعب، فطريقه طبيخي وطهي وحاجتي هي بتاثر برضو على الناس، والتريد راوتس the deals I make with other traders or other countries they impact what people eat, drink and how they perform within their everyday lives. The everything that those rulers did within the citadel has impacted the social fabric both as an urban space and both in their everyday life routines. وده هجيلكوا فيه قدام. Right. دي حكايات كتيرة قوي قوي، بس عايزة أخشلكوا في الديزاين عشان بس نبقى more specific. مثلا مملوك تايلز، دي تايلز من ايام المماليك، كانوا معروفين بالفلورال والكولورفل باترنز، again from their trading with other countries with other places from the medieval Muslim empire it expanded. كل ما كنا بنكسب لاندز كان بيبقى فيه expansions ومور تريدز. فالمتحف الاسلامي في مصر فيه كميه artifacts وحاجات فيها السيراميكس دي، وفيها ال وفيها الباترنز دي، فاحنا ممكن اصلا من الباترنز دي
نعمل فلورينج، ممكن نعمل كلادينج، ممكن نعمل بليتس، ممكن ناخد من اللون ده ونعمل بيه وول بيبر، ممكن ناخد من الباترنز دي ونعمل نابكنز برضو، نعمل كاتلري، نعمل a whole design concept based at a specific time from the Mamluk times. ده الجلاس، مملوك جلاس وير انسبايرد فينيشن جلاس ميكنج، دي انواع الجلاسز، الكوبايات، الحاجات. طبعا كتير people do products that are inspired by the Mamluk times, بس we can even create a whole venue design and a concept and a food and beverage or a restaurant or even in our houses. We can use those patterns, those colors, those little intricate details to create design and tell a story. يعني عايزاكوا تشوفوا كمية الديتيلز في الحاجة اللي يعني to design. كان في الباترنز للفاشن، ممكن يتعمل بيها curtains، ممكن يتعمل بيها carpets، ممكن يتعمل بيها garments. والسلك was very well known في الوقت ده، وفيها geometric motifs clothing والكاليجرافي، اسلوب الكتابه الكاليجرافي جاي من الوقت ده. كل دي patterns وcolors وscales that we can implement، ومنها بنعرف الناس كانت بتلبس ايه. ممكن نعمل بيها exhibition space، curate an exhibition، نعمل منها studio، نعمل منها actually photography studio أو studio space يصور فيه الأفلام، يطلع منها حاجات كتير قوي. many different ways of implementing design in its different occupational forms، مش بس residential و commercial و architecture، but also design spaces for other places or designing clothes and spaces. من الحاجات اللي بنتعلمها على المجتمع اللي بنعرفه، فبنطلع منه برضو معلومات عشان نعرف الناس كانت عايشة ازاي. ان الوقت ده الناس ما كانتش بتطبخ، كان في مشكلة ان ما كانش عندهم مطابخ في بيوتهم، ان عامة الشعب ما كانش في عنده مطابخ في بيوته عشان ما كانش عندهم طريقة لإطفاء النار لو اتحرقت، لو مسكت في البيوت. فكان معظم الناس كان في تيك اواي، الناس كانت بتاكل تيك اواي. فتخيلوا الناس اللي كانت في مقام اعلى او اغنياء هي اللي كانت بتطبخ في البيوت، والسلطان كان بيوزع اكل. فكان في ماركت. من ده نفهم ايه؟ ان food was a huge part of the culture، وان الناس ما كانتش بتاكل في البيت. وتفهم ان في الوقت ده ما كان مطابخ كجزء من هوم، which is a huge piece of information when you think of spaces and homes and designs and when you think of context and spaces. فما ينفعش تاخد حاجة عامة وتطبقها، إن حتى في الوقت ده مثلا ما كانش فيه مطابخ، ممكن يبقى فيه cultures تانية تروح تشتغل فيها، جزء من المطبخ مش جزء من حياتهم، عشان حياتهم اليومية كلها بره في الشارع مثلا. فدي حاجات مهمة جدا للفهم. How do we apply مثلا patterns زي مثلا الشراين بتاع شجرة الدر، مدفن شجرة الدر ده اللي في الصورة ده، مدفن شجرة الدر ممكن تعمل منه اكزيبيشن، ممكن تعمل منه اكزيبيشن سبيس. اتعلمنا من المماليك ان كان في حاجة اسمها واحد من المماليك كان اسمه الغوري، هو اللي عمل وكالة الغورية. تعرف بقى ايه اللي اتباع في وكالة الغورية، وتعمل ديزاين لماركت. لو عايز تعمل سوبر ماركت ممكن يبقى مقتبس حتى من وكاله الغوري، تاخد منها الباترنز وبتاعه وتعمل هول ديزاين للسوبر ماركت مقتبس من التاريخ، بدل ما يبقى شكله بريما اعمله مودرن وسليك ان تيرمز اوف اتس ابلكيشنز اتس فانكشناليتي، بس اتس ديزاين اند ذا واي ان ويتش ذا سبايسز ار ديسبلايد اند ذا ستاف ممكن يبقى مقتبس من الغوري ماركت. بوب اب ستورز، ماركتس، كلها تاخد انسبيريشنز تو كرييت فروم اور كالتشرال هيريتج اند اور هيستوري. العثمانيين كمان كانوا فظاع في حته ان هم اول ناس برضو، دي سيراميكس عثماني ممكن نعمل منها a lot of patterns و designs، الهدوم، الستايلز، الكوفي بوت العثماني، a piece of information لذيذة جدا برضو اللي ليها دعوة بالمجتمع او دراسة المجتمع والسوشيال هيستوري، وممكن تفهمنا حاجة عن the way people lived و how we can also apply it in a contemporary form. يعني ليها layers مختلفة. إن قبل العثمانيين ما كانش فيه قهوة في مصر، ما كانش فيه قهاوي،
فكانت الناس ما بتخرجش تقعد على القهاوي، اول ما ندخل القهوه في مصر هم العثمانيين، واول ما نحتسوا القهوه هم الصوفيين. كانت ممنوعه، كانت مش مرغوب فيها. وبعدين العثمانيين لما نقلوا الخلافه ما بقتش، يعني ما بقاش الباور في مصر، بس دخلوا بقى الانبوتس بتاعتهم في مصر في الوقت ده. دخلوا 1300 قهوه، قهوه اللي بنشربها وقهوه از كوفي شوب. فبقت الناس بدل ما بتقعد في بيوتها بقت تقعد في الشارع. اتغير المناخ الاجتماعي والاسلوب الحياتي وقت العثمانيين، ان اتفتحت حاجه جديده اثرت على تعامل البني ادم مع مساحه البيت. اوكي، ده برضو piece of information. How much do we occupy the home spaces? Hence, how much do we design the spaces to accommodate? In Corona, we decided, we started designing spaces to accommodate that flexible labor, flexible labor hours. We work from home. So we have to redesign our spaces to accommodate that. We have the privacy of our bedrooms, but also the privacy of our working spaces and our family spaces. Before that, أو حتى في وقت العثمانيين people did not stay that much at home because coffee shops فتحت الفكرة إن القعدة في البيت بقت أقل. ف this takes a huge way in which we take in account how people live because we design for people. We need to understand the details. نرجع للكوفي شوب والقلعة. ده مثلا شيشة عثماني. We can create من دول product design مبني على الشيشة العثمانية specific ونعمل venue كله من الشيشه العثماني بالستايل بتاعها، ونعمل هول كونسبت، هول كونسبت بالفابريك العثماني بالشيشه العثماني كونتمبري، نبيع فيه ونعمل اكل عثماني ونريسيرش الاكل العثماني في الوقت ده، ونبص على التاريخ ونطلع كده. بنينا فود كونسبت بفانيو ديزاين ببرودكت بكمان برودكت ديزاين بكل حاجه. And this is the importance of building something like this. Ottoman cafes, that Norman implementation of how you use the historical design with patterns with colors in a contemporary design fashion. أنا كنت عايزة أديكم، مش همشيكم في البرزنتيشن كلها، بس كنت عايزة أديكم نبذة صغيرة of how you can implement certain things, certain small things from your understanding of cultural heritage and the social life in design. ليه أهمية دراسة المجتمع وأهمية دراسة التفاصيل من تاريخنا وفهم تاريخنا والباترنز بتاعت تاريخنا both اجتماعيا وتاريخيا in order to implement. وبعدين النهارده ازاي ناخد فكرة فهم كل مساحة specific للمساحة، نتعايش ازاي نديزاين للكلاينتس. هديكم مثل very contemporary كمان، الاوفيس. مش كل شغلانة ينفع ان احنا نعمل لها اوفيس اكسبيرينس. ما ينفعش يبقى فيه ستامبا للاوفيس اكسبيرينس، ان كل فيلد ليه الاوفيس بوليتكس بتاعته، ليها the way in which people interact with spaces. يعني ال creative مثلا studios they might want more open spaces, they don't want walls, they want people to interact, they want مثلا a lab where people can get together and sit very haphazardly, ما فيش formal attire, people are relaxed and self-expressive, they need a laptop or computer stations that كلها سايحة على بعض عشان نروح من renders للأوتوكاد للديزاين كونسبت للي بيأدت الديزاين كونسبت للي بيكتب. في spaces تانية that are very corporatizing, cubicles ومساحات وبتاع عشان كلها conferences و confidential informations ومش عارف ايه. فأنا لو أنا حد جاي لي client بيقول لي design an office building or an office space، وقررت إن أنا بكريت ديزاين بيست، ان انا بخش على بنترست ولا بفكر بس في ديزاين من غير ما اذاكر نوع الشغلانه و the way in which the client، مش بس الفانكشناليتي بتاعت السبيس، الناس في المناخ ده في السبيس ده مين بيتعاملوا ازاي، their food sharing culture ازاي، هل بياخدوا ساعه في اليوم بياكلوا فيها مع بعض ولا هل بيسيبوا المكاتب، هل هم predominantly women ولا men، هل هم مساحاتهم مفتوحة على بعض. فكل مساحة ليها الداينامكس بتاعتها بالspecificities بتاعتها. ده هنا
very broad understanding or very broad explanation of how you can integrate studying humans or human patterns and integrating them in creating design concepts or products, or how you can even just study things from our cultural heritage and our history over time socially to understand how patterns came about, colors, to use our history and our cultural heritage to implement them in contemporary designs or even contemporary experiences. النهارده كل البلاد بتمشي بتدور على قصه، قصه تاريخها، تخلق لنفسها تاريخ، تخلق لنفسها culture عشان يبقى عندها depth. احنا عندنا كل الدبت اللي في الدنيا، نحكي بيه قصص، نبني بيها experiences، نبني بيها design concepts، نعمل بيها a lot of products we borrow from the Western ideology, which is not specific to us, our patterns, our traditions, our behaviors. حتى يا ربي الشعبي جزء مننا النهاردة لازم نبص في ألوانه، في إحساسه، في كلامه، ونشوف لو احنا عايزين integrated ساعات في حتة pop piece for وسط very minimal space to speak of the شعبي. The شعبي pop colors. مهرجان. يعني it's part of who we are. So we can weave a lot of our culture and heritage and our history within our design language. But we first and foremost need to understand and work with anthropologists or work within ourselves as designers to become our own حتى anthropologists and social scientists. علوم الإنسان مهمة. فهم المساحة، فهم يعني إيه الحاجات الغير مرئية الغير تانجبل المينينجز بتاعتها إيه، عشان نعرف نتعامل مع الإنسان اللي هو دايما متغير ومساحته متغيرة. On that note أنا كلمت كتير قوي، ف I hope إن تكون ال very brief understanding أو broad understanding of يعني of anthropology and how you can implement it in design تديكوا يعني رؤية of how we can marry those two concepts together, because as designers you design for humans, as anthropologists we study humans. You cannot design for what you don't know or understand, and you need to always look at the details in order to create. بس أشكركم على الوقت ده، و I hope you found it useful. لو أي حد عنده أسئلة أرجوكوا اسألوني. كان ممكن أخش في حاجات تانية كتير، بس عايزة بس إيه، كنت أدي case study صغير ولطيف وجميل كده simple لغاية ما نخش في الأتقل قدام. شكرا. أمير دراسة انا هحط على الفيسبوك كده كتاب بدايه كده انترو لديزاين انثروبولوجي، how to merge design with anthropology that maybe you can find online
or read online or buy. ده كده كإنترو اسمه Design Anthropology Theory and Practice. It's a book. Let me see how I can write it. أنا بكتبه اهو. But just look it up. This is one of the, يعني just a very برضو an intro. But aside من design anthropology, anthropology I can also, you can also read books intro into anthropology. Cultural anthropology books I can actually share with Studio 34, just intro courses on understanding. أنا النهاردة الكيس study اللي اديتها ملوش دعوة actually design anthropology as much as اللي هو ليه دعوة by how you can use a discipline say anthropology to help inform design, to understand the social history. إنك تفهم التاريخ والكونتكست بتاعته يعني سياساته with the way in which people lived in those times, practice their everyday lives, how it can then inform us in creating spaces and patterns and food and experiences النهاردة مقتبسة من ده من التراث بتاعنا. يعني احنا لازم نتمسك بالتراث بتاعنا ان ده اللي بيدينا الدبث لكل حاجة بنبني عليها النهاردة. لو اتقلبنا مساحة فاضية ما فيهاش التراث اللي احنا اتبنينا عليه فعلا هيبقى ساعتها ما عندناش الريفرنسز اللي العالم كله مش عنده. احنا عندنا اغنى حاجة في البلد دي. كل دي ريفرنسز كل نحتة في مقبرة بتتهد فيها ديزاين فيها انجل فيها جيومتري فيها تاريخ فيها قصة فيها مساحة اتبنت على قصة كمان وفيها حاكم ملك فيهم فيها مساحة اتبنت على قصة كمان وفيها حاكم ملك فيهم. So, I mean, كل ده it informs our design today, it informs our life today, it informs our history, our storytelling. احنا حتى البراندز في العالم دلوقتي مبنية على فكرة الستوريتيلينج. How can we tell a story if we don't have roots and a history that would inform everything that has to do with human? Design also has to do, is centered around human behavior and human patterns. So we need to understand layers with تطور الإنسان over time to create, to be able to create from that and then anew. We have to have a base and a root. عايزة أشوف لو فيها أسئلة تانية أو أي حاجة مطلوبة مني تاني. So I guess في حد عنده أي سؤال؟ لو حد عنده أي سؤال أو أي حاجة متشكرة جدا على الناس اللي حضرت ومتشكرة على الناس اللي appreciated المحاضرة المختلفة. I hope it was useful by all means. الكتاب اللي أنا I suggested gives a lot of examples, even technological examples of how design anthropologists or anthropology or anthropologists can actually help inform designers and product designers in creating things to talk to the world today and the people today in terms of برضو creating playgrounds, understanding when people are relocated, لو تم تهجير ناس من مكان لمكان ده تأثيرهم على حياتهم اليومية ايه وزي ممكن نخلق مساحات جديدة that speak of their everyday needs مش according to what we think. يعني فكرة ان احنا نبني لهم عمارات نظيفة خطيرة من منظورنا فبننقلها فيهم فبنقول هم كده تعوضوا, مش دي الفكرة. الناس اللي عايشة في مكان ليها احتياجات يومية, اكل وشرب وطريقة ونتوركس وسوشياليتيز ونتوركس, از ان تعاملاتهم مع المساحات اللي حواليها والناس اللي حواليها معتمدة على بعض.
نقلهم لمناخ لازم نبقى فاهمين تفاصيل حياتهم اللي هي مبنية على اعتمادهم على بعض وطريقة تقسيمهم لمساحاتهم. هو ده اللي احنا محتاجين نفهمه ونطبقه لو هننقلهم، ان كأنك بتزرع بني آدم من جدره وبترميه في حاجة انت ما تعرفهاش. It's an assumption ان انت كده بتعوض، بس الحقيقة هو انا لو جه حد طلعني من بيتي ورماني في حتة، هو عارف انا بعمل ايه فين ازاي، بجيب من انه حد بقال، حياة خالتي، عمتي، حياتي جنبي، اكلي، شربي، نومي، صحياني، كل ده تفاصيل مبنية على الإنسان. لازم نعرف تفاصيلها قبل ما نفكر نزرع حاجة من جدرها ونرميها في الطلب. What are أنا مش عارفة to protect your cultural heritage. أول حاجة to protect your cultural heritage is to know your cultural heritage. You know, words have wings. So the more we create ways to archive, to keep it alive, we need to keep it alive. If we can't stop its redemption, we have to fight for it, of course. We have to constantly stand against its eradication, but we also need to document it, to create it, to recreate it, to talk about it, to educate our future generations, to create even virtual realities of it if we have to, to create immersive experience of it. We have to document it if we cannot physically protect it, but we need to first constantly physically protect it, and we need to teach it to generations to come. General references. General references are from our cultural heritage. Let's walk around Cairo. Let's visit old Cairo. Let's go to the temples, let's take pictures, let's start picking on the details and then researching, going to books. احنا نسينا الكتب. يعني ده الكالتشر بتاعنا مندي. مشي في الشوارع ده دراسة كالتشر. التعايش في المناخ ان احنا نفضل نزور ونمشي watching and observing. This is a way of A, preserving culture by learning, by doing, and by seeing and observing. Okay, actually speaking, I will suggest if you're talking specifically about Suhaig, there are ways in which you do this.
A we need to find the scholars who wrote about Suhaag و ال scholars الجامعة if you need to go visit there and then we need to visit books and look at the history and تطور Suhaag over time and its social community. I can actually look it up for you if you send me privately and we can start researching together. يعني this is how you do it. You see who are the main people اللي درسوا المنطقة دي أو كتبوا المنطقة أو من المنطقة. And then بنشوف تسلسل تاريخ سوهاج تاريخيا وبعدين بنبني منه بقى ال social fabric throughout التاريخ. And I can give actually نعمل follow up lecture مرة جاية أوريكوا إزاي أنا ببني ده. يعني إيه الميثودز اللي I use research wise. بس جزء منه بيبقى كتب وجزء منه بنزل أروح المكان وأسأل وأمشي فيه وأشوف أروح لناسه وأعمل الفيلد ورك والجزء الثالث إن أنا بكلم الأكسبرتس أون ذا فيلد بتاع المكان اللي أنا رايحه وأقرأ الكتابات المكتوبة عنه وأبص على الفوتوغرافي في الوقت ده وأبص على التاريخ وأتكلم مع الناس والجدود الجدود اللي عايشوا هناك. Anyway, thank you everyone. I really appreciate your time. Much respect. دايما ما اتعلم منكم من اسئلتكم. Anytime you need anything, just send me privately or on Facebook or Studio 34. I am my door is always open to any more sharing of references. Thank you.